السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح آخر جزء في منهج ديسكوفر أو اكتشف، كتاب KG2، المحور الثاني The World Around Me أو العالم من حولي. وهنشرح النهاردة شابتر 2 بالكامل، اللي هو Man Made World أو عالم من صنع الإنسان. وقبل ما نبتدي في شرح النهاردة، عايزك تشارك الدرس ده مع أصحابك علشان الكل يستفيد، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم علشان نقدر نكتب مع بعض كل الملاحظات. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. The World Around Me أو العالم من حولي، Chapter 2، الفصل الثاني، Man Made World، يعني عالم من صنع الإنسان. وده expression أو اصطلاح بيتقال كده على بعضه. man بمعنى رجل، made يعني تم صنع، يعني حاجة اتصنعت بالفعل، world عالم. ونتنقل لأول page وهي page 91 أو صفحة 91. natural يعني طبيعي، or أو man made من صنع الإنسان. فهو بيقول لك الحاجات اللي موجودة هنا natural يعني طبيعية، ولا or man made من صنع الإنسان. والdirections بتاعتها بتقول circle ضع دائرة حول natural objects يعني الأشياء الطبيعية، العناصر الطبيعية، draw ارسم a square مربع around حول man made objects الحاجات اللي من صنع الإنسان. وزي ما احنا قلنا natural يعني طبيعي وman made يعني من صنع الإنسان. فاحنا هنا هنشوف الصورتين اللي موجودين في البيج هنا، ايه الحاجات الطبيعية او الحاجات اللي ربنا خلقها وهي موجودة بالفعل في الطبيعة، والحاجات اللي الإنسان صنعها وعملها بنفسه. فأول حاجة عندنا هنا في الصورة الأولانية في plants، نباتات كتيرة. هل يا ترى البلانتس دي ناتشرال ولا مان ميد؟ طبعا البلانتس دي او النباتات دي كلها ناتشرال طبيعية، فهنعمل حواليها سيركل. طيب في هنا حيوان، هنا حمار دونكي، ده ناتشرال ولا مان ميد؟ طبعا ده ناتشرال، ربنا خلقه وهو موجود في الطبيعة، ربنا خلقه فمش الانسان هو اللي عمله، فهنعمل حواليه سيركل. طب في هنا الأهرامات pyramids، الأهرامات دي natural طبيعية ولا man made؟ شاطرين، الأهرامات دي الإنسان هو اللي عملها فهي man made، فهنعمل حواليها square مربع. وبكده نكون أنهينا الصورة الأولانية. بالنسبة للصورة التانية، في عندنا هنا جمال أو camels، وفي هنا نخل، نخيل طبعا، وفي هنا حبل موجود على الجمل هنا اهوت، والكفر اللي موجود على ظهر الجمل ده او الغطاء اللي موجود على ظهر الجمل ده. فطبعا الجمل ده natural ولا man made؟ الجمل ده natural او طبيعي، فهنعمل عليه circle. طيب البالم تريز او النخيل ده natural ولا man made؟ طبيعي ولا الانسان هو اللي عمله؟ طبعا natural طبيعي، فهنعمل حواليه circle. طب الكفر اللي على ظهر الكامل ده natural ولا man made؟ طبيعي ولا الانسان هو اللي عمله؟ ده man made، الانسان هو اللي عمله، فهنعمل حواليه square. طب الحبل اللي موجود على الكامل ده natural ولا man made؟ الحبل ده طبيعي ولا الانسان صنعه؟ شاطرين، الحبل ده man made، فنعمل حواليه square. وكده نكون انهينا page 91، نتنقل للpage اللي بعد كده، خليكوا معايا. ونوصل لpage 92 او صفحة 92، وعنوانها schoolyard classification. schoolyard يعني فناء المدرسة،
classification يعني تصنيف، لما نصنف حاجة نعمل لها تصنيف لمجموعة أنواع، لكل نوع بيبقى لوحده، فده اسمه classification. natural يعني طبيعي، and و man-made يعني من صنع الإنسان. والdirections بتاعتها بتقول observe يعني لاحظ، the schoolyard الفناء بتاع المدرسة. يبقى أول حاجة هتعملها إيه يا حبيبي؟ إن أنت هتبص على فناء المدرسة وتشوف موجود فيه إيه. تاني حاجة بيقولك draw natural objects under natural، في هنا table، في هنا natural، وفي هنا man-made. فبيقولك شوف الحاجات الموجودة في السكول يارد والحاجات الطبيعية منها أو الناتشرال، هترسمها تحت الخانة بتاعت natural دي وهتحطها هنا وات في الخانة دي. draw man-made objects، ارسم الحاجات اللي من صنع الإنسان under تحت man-made، تحت الحاجات اللي من صنع الإنسان. وبكده نكون انهينا البيج دي. والكلمات الجديدة هنا classification يعني تصنيف، schoolyard يعني فناء، natural يعني طبيعي، man-made يعني من صنع الإنسان، وobserve يعني لاحظ. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 93 أو صفحة 93، وعنوانها technology helps. technology helps، technology يعني الحاجات التكنولوجية، الحاجات اللي الإنسان عملها علشان يستخدمها في حياته. وhelps يعني بتساعد. فهنا بيقولك التكنولوجيا بتساعدنا في ايه بقى، الحاجات اللي عملها الإنسان بتساعده في ايه. ال directions بتقول match يعني وصل، the task المهمة with the technology، بالتكنولوجيا that helps اللي بتساعد على عمل المهمة دي. you can have ممكن يكون عندك more than one match، أكتر من توصيل، يعني ممكن حاجة واحدة أو أداة واحدة تكنولوجية الإنسان عملها بتخلص أكتر من task، أكتر من مهمة. فالكلمات هنا task يعني مهمة، with يعني مع، helps يعني تساعد، you can أنت تستطيع، more يعني أكتر من، have يكون لديك، وmatch يعني توصيل. وهنا عندنا مجموعة صور زي ما احنا شايفين. المجموعة بتاعت الصور، احنا هنا عندنا مجموعة tasks، في هنا task، في هنا صورة فيها أكل وحاجات موجودة على مائدة، في هنا صورة تانية ست كده ومعها ابنها وهما بيطلعوا غسيل وبيحطوا غسيل في سبت الغسيل، في هنا صورة تالتة بتاعت بنت كده ماسكة شعرها وواقفة في الصورة، في هنا صورة رابعة بتاعت أسنان حد شخص ما، أسنان موجودة قدامنا في الصورة، في هنا صورة خمسة ودي الصورة الخامسة، أرض موجودة في بيت أو في مكان والأرض نظيفة وشكلها جميل. ومجموعة تكنولوجي أو مجموعة صور فيها حاجات تكنولوجي تولز أو حاجات تكنولوجية الإنسان عملها علشان يعمل المهمات اللي هو بيحتاجها في حياته. فأول حاجة هنا في المكنسة الكهربائية، المكنسة الكهربائية ممكن تكون بتساعد فيها أصحابي من الصور دي. شاطرين ممكن تكون بتساعد ان هي تخلي الارض نظيفة وشكلها جميل في البيت او في المكان اللي هي فيه. طب في هنا صورة غسالة اوتوماتيك، الغسالة دي ممكن تكون بتساعد في انهي تاسك من التاسكس الخمسة دول. شاطرين ممكن تكون بتساعد في التاسك بتاع الست وابنها دول وهما بيطلعوا الغسيل او بيحطوا جوه الغسالة عشان يتغسل. طب الصورة التالتة بتاعت المكنسة العادية اللي هي العادية اللي من غير كهرباء ممكن تكون بتساعد في ايه اصحابي؟ شاطرين ممكن برضو تكون بتساعد في تنظيف الارض دي وتخليها شكلها نظيف وجميل. طب هنا الصورة الرابعة صورة بتاعت تلاجة كبيرة وبأبوابها مفتوحة، ممكن التلاجة دي نعمل بيها انهي تاسك من التاسكس دي؟ شاطرين ممكن نحط فيها الأكل اللي في الصورة الأولانية أو نطلع الأكل منها علشان خاطر نحافظ عليه.
نحطه فيها علشان نحافظ عليه أو نطلعه منها علشان ناكله. طب الصورة الخامسة هنا صورة فرشة بتاعة شعر. الصورة دي التول دي أو التكنولوجي دي ممكن تكون بتساعدنا في أنهي تاسك من التاسكس دي. شاطرين الست اللي ماسكة شعرها واقفة ومسرحاه وشكله جميل. طب في هنا صورة ستة بتاعة حوض وفي صنبور مية والحوض موجود في الصورة. ممكن الصورة دي تكون بتساعدنا في ايه يا اصحابي؟ شاطرين ان احنا نقف قدام الحوض ده ونغسل اسناننا. طب في صورة هنا سبعة فيها برش في هنا صورة سبعة بتاعة الفرشة بتاعة الأسنان وعليها معجون الأسنان. ممكن تكون الصورة دي بتساعدنا في أنهي تاسك من دول؟ شاطرين برضو بتساعدنا في غسيل أسناننا وتخليها نظيفة وجميلة. طب هنا الصورة اللي بعد كده فيها منشر غسيل وغسيل منشور عليه علشان خاطر ينشف. ممكن الصورة دي بتكون ساعدنا في ايه؟ شاطرين برضو ممكن تكون بتساعدنا في الصورة أو في التاسك بتاع غسيل الهدوم اللي فيها الست دي وابنها. طب وآخر حاجة صورة فيها بوتاجاز. التول دي أو التكنولوجي دي بتساعدنا في ايه؟ ممكن برضو تساعدنا في إن احنا نعمل الأكل بتاعنا اللي موجود في الصورة الأولانية علشان خاطر نقدر ناكله ويبقى كويس. وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. ونوصل لبيج 94 أو صفحة 94 وعنوانها My Imagination. My Imagination يعني خيالي، Imagination يعني تخيل، My Imagination الخيال بتاعي أنا، الحاجة اللي أنا بتخيلها. Working in a garden يعني العمل في حديقة، ان انا هبشتغل في حديقة. انا هتخيل دلوقتي ان احنا او ان انا بشتغل في حديقة. ال directions بتاعتها بتقول what is it like to work in a garden. ايه الواحد ممكن يعني ايه ممكن يكون شكل الواحد وهو شغال في garden. what يعني ما او ماذا، is it like تشبه ايه، to work in a garden ان انت تعمل في حديقة. what tasks أي المهمات would you do اللي انت هتعملها. what tools أي الأدوات would you use اللي انت هتستخدمها. use يعني يستخدم. هو هنا بيسألك الأسئلة دي علشان يخليك تشغل الإيماجينيشن بتاعك وتشغل الخيال بتاعك وتتخيل نفسك وانت شغال في الحديقة. فيبقى شكلك عامل ازاي والتاسكس اللي انت هتقوم بيها ايه وفي نفس الوقت الأدوات اللي انت هتستخدمها شكلها ايه. هنا بقى بيطلب منك وبيقولك draw ارسم someone working in a garden below. ارسم واحد شغال في الحديقة هنا below بالأسفل. draw the tools ارسم الأدوات اللي هو بيستخدمها. include the background متضمنة، include يعني متضمن the background الخلفية، يعني خلي كمان الخلفية تعتبر طول من التولز دي، يعني حط في الخلفية شجر وأرض طبعا هو واقف عليها، هي دي الجاردن اللي هو شغال فيها. ولو في سور موجود في الجاردن دي خليه موجود برضو في الصورة. فانت هترسم واحد بيشتغل في الجاردن وبيحافظ عليها، وارسم التولز اللي هو بيستخدمها او الادوات اللي هو بيستخدمها في العمل بتاعه في الجاردن دي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. ونوصل لبيج 95 أو صفحة 95 وعنوانها tending a garden. tending a garden يعني الاعتناء بالحديقة. tending يعني يعتني بي، يهتم بي. a garden حديقة. jobs يعني المهن أو الوظائف. and tools tools يعني والأدوات. ال directions بتاعتها بتقول read along اقرأ الكلمات الجاية with your teacher مع المعلم بتاعك. be ready خليك جاهز عشان بعد كده هنسألك to answer questions ان انت تجاوب على الأسئلة. فأول صورة هنا فيها واحد قاعد بيرسم حاجات
بيستخدم الأدوات الهندسية وهو بيرسم. فهنا بيقول لك ديزاينرز، ديزاينرز يعني المصممين أو المصمم. work in gardens، المصممين أو المصمم بيشتغل في الحديقة. designers، المصمم. make the garden plan، بيعمل المخطط بتاع الحديقة، بيخططها، بيخلي شكلها عامل ازاي، والخريطة أو المخطط بتاعها بيبقى شكله عامل ازاي. designers enjoy drawing، designers يعني المصمم أو المصممين. enjoy يعني بيستمتع بحاجة معينة، drawing يعني الرسم، فهو بيستمتع بالرسم. يبقى نقولها مرة تانية وقولوها معايا. designers work in garden، designer work in gardens، المصممين بيعملوا في الحدائق. designers make the garden plan، المصممين بيعملوا مخططات الحديقة. designers enjoy drawing، المصممين بيستمتعوا بالرسم. والصورة التانية مكتوب فيها builders، builders يعني البنائين. work in gardens يعني بيشتغلوا في الحدائق. builders make man-made objects، البنائين بيصنعوا الحاجات اللي من صنع الإنسان. make يعني يصنع، man-made objects الحاجات اللي من صنع الإنسان. builders enjoy building، البنائين بيستمتعوا بالبناء. ونقولها مرة تانية وقولوها ورايا. builders work in gardens، البنائين بيشتغلوا في الحدائق. builders make man-made objects، البنائين بيعملوا الحاجات اللي من صنع الإنسان. builders enjoy building، البنائين بيستمتعوا بالبناء. والصورة التالتة موجود فيها gardeners، gardeners يعني البستانيين، البستاني اللي هو الجناين يعني. work in gardens، بيشتغلوا في الحدائق. gardeners، gardeners يعني البستانيين. care for natural plants، بيعتنوا بالنباتات الطبيعية. care for يعني بيعتني بي، natural يعني طبيعي، plants نباتات. gardeners الجناينية أو البستانيين. enjoy يستمتعوا ب، planting الزراعة. ونقولها مرة تانية وقولوها ورايا. gardeners work in gardens، البستانيين يعملوا في الحدائق. gardeners care for natural plants، البستانيين بيعتنوا بالنباتات الطبيعية. gardeners enjoy planting، البستانيين بيستمتعوا بالزراعة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 96 أو صفحة 96 وعنوانها Who works in the garden؟ مين اللي بيشتغل في الحديقة؟ هو قالك قبل كده خليك مستعد عشان هتسأل أسئلة وهتجاوبنا عليها. فهنا بيقولك بقى Who works، من يعمل، in the garden، في الحديقة. والdirections بتاعتها بتقول Look at the pictures of gardens، انظر على الصور الخاصة بالحديقة. draw a circle around the parts of a builder made، اعمل دايرة حوالين الحاجات اللي البناء عملها. draw a square around the parts the gardener tends، ارسم مربع حوالين الحاجات اللي الجاردنر او البستاني tends اعتنى بيه. What did the designer make؟ الديزاينر أو المصمم عمل إيه؟ يبقى أول صورة موجود فيها صورة السور ده، وإحنا شوفنا في البيج اللي فاتت البيلدر كان بيعمل إيه بالظبط، كان بيعمل السور ده ولا بيعمل الزرع الجميل ده ولا بيعمل التخطيط بتاع المية الجميلة دي والزرع حواليها. شاطرين، البيلدر كان بيعمل السور ونعمل حواليه سيركل، وهو برضو اللي عمل الطوب اللي موجود حوالين المياه ده
فنعمل حواليه سيركل. طب الجاردنر البستاني او الجنيني عمل ايه واعتنى بايه؟ الجاردنر عمل اعتنى بالزرع ده فهنعمل حواليه سكوير، واعتنى بالزرع ده فهنعمل حواليه سكوير، واعتنى بالزرع ده فهنعمل حواليه سكوير، واعتنى بالزرع ده فهنعمل حواليه سكوير. طب اخر حاجة الديزاينر عمل ايه؟ طبعا الديزاينر عمل الجاردن بلان، الجاردن بلان مخطط الحديقة او الشكل الهندسي بتاعها. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 97 او صفحة 97 وعنوانها Tools and Technology of Agriculture. Tools يعني الأدوات، and و technology التكنولوجيا، of agriculture الخاصة بالزراعة، agriculture يعني زراعة. ال directions بتاعتها بتقول look at the pictures انظر على الصور، point to the tools أشر إلى الأدوات، what material are they made of إيه المواد المصنوعة منها الأدوات دي، what do you think they are used for أنت تعتقد هما بيستخدموا في إيه. يبقى أول حاجة هن look at the pictures، هننظر على الصور. تاني حاجة point to the tools، هنأشر إلى الأدوات، هنا في أداة وهنا في اتنين وهنا في أداة تانية. what materials are they made of إيه المواد اللي هم مصنوعين منها. في عندنا هنا في الصورة الأولانية إيه الأداة دي اسمها إيه يا أصحابي؟ الأداة دي اسمها shovel، shovel يعني مجرفة، shovel يعني مجرفة زي ما احنا شايفين، و this tool called shovel. تمام، الشوفل دي مصنوعة من ايه يا اصحابي؟ ممكن تكون الايد بتاعتها دي مصنوعة من الوود، الوود اللي هو الخشب. ممكن تكون المجرفة نفسها او الشوفل مصنوعة من الميتال المعدن او الايرن الحديد. ف this tool is made of wood مثلا الخشب and و iron الحديد، واسمها ايه؟ شوفل، شوفل يعني مجرفة. طب الاداة التانية اللي هي عربة اليد دي اسمها ايه؟ اسمها ويل بارو، ويل بارو يعني عربة يد، اسمها كده ويل بارو عربة اليد. والتول دي بتستخدم في ايه؟ التول دي بتستخدم في تحريك او نقل الحاجات. ف this tool is used to بتستخدم في move objects نقل الأشياء وتحريك الأشياء. ف this tool is used to move objects، الأداة دي بتستخدم في تحريك الأشياء. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. نوصل لبيج 98 أو صفحة 98 وعنوانها Drawing a Plan. Drawing a Plan يعني رسم مخطط، ازاي ترسم مخطط، ازاي ترسم خطة. وهنا الدايركشنز بتقول How to make your shovel، ازاي تعمل مجرفتك، جروفك الخاص. How to make، كيف تصنع your shovel جروفك الخاص، مجرفتك الخاصة. فهنا انت هترسم شكل المجرفة اللي انت عايز تعملها، شكلها عامل ازاي وحجمها قد ايه والوانها كمان لونها زي ما انت عايز. وبكده نكون انهينا بيج 98 ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 99 او صفحة 99 وعنوانها Planning a Meal. Planning يعني تخطيط، أميل يعني وجبة، ميل يعني وجبة. فهنا بيقولك إزاي هتخطط شكل وجبة معينة، هتعمل وجبة معينة إزاي، بشكل إزاي هتعمل وجبة معينة، شكلها إيه. فالدايركشنز بتاعتها بتقول make a sandwich، make a sandwich يعني أعمل شطيرة، أعمل sandwich. choose a vegetables،
choose a vegetables يعني اختار الخضروات. grain grain يعني الحبوب، مثلا لو كان في حبوب معينة هتحطها معاه زي القمح والرز أو الذرة. and meat meat واللحم for your sandwich للسندوتش بتاعك للشطيرة بتاعتك. فانت هتختار ايه؟ choose vegetables خضروات، grain حبوب، and meat واللحم. draw the sandwich on the plate ارسم السندوتش بتاعك ده او الشطيرة دي. on the plate يعني على الطبق ده، ده plate اسمه plate ده طبق. choose a fruit اختار فاكهة for dessert للتحلية dessert تحلية. draw the fruit ارسم الفاكهة on the plate على الطبق برضو. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. وصل لبيج 100 او صفحة 100 وعنوانها where do we travel. where do we travel يعني الى اين نسافر. where do where يعني اين او الى اين. do we travel احنا بنسافر. travel يعني يسافر. وال directions بتاعتها بتقول match the type of transportation وصل the type نوع ال transportation اللي هي الأداة المواصلات أداة الانتقال دي اسمها transportation to where it travels. to where it travels يعني للمكان أو للطريق اللي هي بتسافر ليه. some types بعض الأنواع of transportation من أدوات المواصلات use the same places بتستخدم نفس المكان. فإحنا هنا قدامنا في صورة إنسان ماشي وفي صورة واحد راكب عجلة أو بايسكل وفي صورة قطر أو ترين وفي صورة شيب أو مركب وفي صورة كار أو عربية وفي صورة باص أو أتوبيس. وهنا في صورة طريق عادي وفي هنا صورة شريط قطر وفي هنا صورة طريق شارع عادي وفي هنا مجرى مائي أو مكان فيه مية. فهنا هنوصل كل صورة بالمكان اللي هي بتمشي فيه. فنبدأ بصورة الإنسان. والإنسان يا أصحابي ممكن يمشي فين في الطرق دي؟ الإنسان ممكن يمشي في الطريق ده اللي هو في عمود نور ورصيف لان هو ده الأأمن ليه وهو ده الأفضل. مش هينفع يمشي على المية، مش هينفع يمشي على شريط القطر، ومش هينفع يمشي في طريق السيارات اللي هو مخطط بتاع العربيات ده لان هيبقى خطر عليه. طب الإنسان اللي راكب دراجة ده ممكن يمشي في انهي طريق من دول يا أصحابي؟ ممكن يمشي في طريق اللي هو في رصيف ده ويبقى ماشي في الشارع. ممكن يمشي كمان في الطريق المخطط ده بتاع السيارات وبتاع أدوات الانتقال المختلفة. طب القطر ده أو الترين ده ممكن يمشي في أنهي طريق من دول؟ شاطرين، هو لازم هيمشي على الطريق اللي فيه الشريط ده لأن هو بيمشي على الشريط الخاص بيه. طب الشيب أو المركبة بتمشي في أنهي طريق من دول يا أصحابي؟ الشيب بتمشي في المجرى المائي ده أو في طريق المية ده وهو ده الطريق الوحيد الخاص بيها. شاطرين. طب الكار او العربية هتمشي في انهي طريق من دول؟ شاطرين، الكار هتمشي في طريق المخطط بتاع العربيات ده وممكن كمان تمشي في الطريق التاني اللي فيه رصيف وفيه عمود نور ده بس هي تبقى ماشية في وسط الشارع. طب واخر حاجة صورة الباص او الاتوبيس ده هيبقى ماشي فين يا اصحابي؟ شاطرين، هيبقى ماشي في الطريق المخطط ده وممكن برضو يمشي في الطريق اللي فيه رصيف بس هيبقى ماشي في وسط الشارع. ونتنقل للجزء التاني من البيج دي وهو بيقول color this picture لون الصورة دي add details اضف تفاصيل ممكن تعمل حواليها مثلا بعض الصحب. where is يعني اين تكون an airplane الطائرة when it is flying عندما تكون بتطير يعني when it is flying عندما تطير. يبقى هو بيقول لك where is an airplane when it is flying بتكون فين الطيارة وهي طايرة.
طبعا هي بتطير في الاير او في الهواء. يبقى هنا هنلون الصورة دي، وبعدين هنضيف بعض الديتيلز، هنعمل حواليها شوية سحب وهنخلي السماء حواليها زرقاء مثلا. ولما بيسألك بيقولك where is an aeroplane when it is flying، لما الطيارة بتبقى موجودة فين وهي طايرة، هنروح كاتبين هنا air أو الهواء. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 101 أو صفحة 101، وعنوانها Improving an Intersection. Intersection يعني تقاطع، وهنا هي بمعنى تقاطع الطرق. Improving يعني تطوير، يعني تنمية، يعني تحديث. An intersection تقاطع للطرق. والدايركشنز بتاعتها بتقول pretend يعني تظاهر بحاجة معينة. لما انا اقولك pretend حاجة معينة، يعني انت اعمل كأنك بتعملها. فهنا بيقولك pretend you are a car، اعمل نفسك او تظاهر كأنك عربية. drive along the road، ماشي وسايق في الطريق. with your friends، مع اصحابك. فانت هتعمل ان انت عربية واصحابك برضو عربيات. think، فكر. how can we make this road safer، safer يعني امن، اكتر امان. safe safe يعني امن، safer اكتر امان. بيقولك فكر ازاي تخلي الطريق ده اكتر امان. draw a traffic light، ارسم إشارة المرور، ارسم إشارة المرور. some place في مكان ما. to make it safe لأن أنت تخليه آمن. draw any other ideas، ارسم أي آراء تانية. you have to make this safer، إن أنت هتساعدك إن أنت تخليه أكتر أمان. يبقى هو أول حاجة بيقولك pretend يعني تظاهر. you are a car، إن أنت عربية. drive along the road with your friends، ماشي في الطريق انت واصحابك العربيات التانيين. think، فكر. how can we make this road safer، ازاي نقدر نخلي الطريق ده امن او اكتر امان. draw a traffic light، ارسم اشارة مرور. some place في مكان ما. to make it safe، ان انت تخليه اكتر امان. draw any other ideas، ارسم اي اراء تانية. other ideas اراء اخرى. you have to make this safer، انت عندك الاراء دي وتخلي الطريق بيها امن. فاول حاجة هنحتاجها ان احنا نعمل ايه، ان احنا نعمل نفسنا عربية، هنتخيل نفسنا ماشيين في الطريق ده. ازاي نخلي الطريق ده امن؟ اولا هنعمل traffic light مثلا هنا او هنا، لان كل اتجاه لازم يكون ليه الترافيك لايت بتاعته او اشارة المرور بتاعته. فنعمل اشارة مرور تمسك اتجاه ده، واشارة مرور تمسك الاتجاه ده. ممكن نعمل كمان other ideas، اللي هي ايه، ممكن نخلي فيه محطة الناس تقعد عليها تنتظر الباص بتاعها، علشان خاطر الناس ما تبقاش واقفة في الشمس. ممكن كمان نعمل شجر على جانبين الطريق، علشان الطريق يبقى مظلل وجميل والهواء بتاعه نقي. ممكن نعمل حاجات كتير، انتوا تخيلوا وبعدين زودوا الاراء بتاعتكم الجميلة على الصورة هنا، علشان تخلوا الطريق ده اكتر امان، وتبقوا انتوا كده عملتوا improving يعني تطوير او تنمية او تحسين. an intersection تقاطع من تقاطعات الطرق. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج 102 او صفحة 102، ناشونال سيلبريشن. ناشونال سيلبريشن يعني الاحتفالات القومية. ناشونال يعني قومي، يعني وطني. سيلبريشنز يعني احتفالات. والدايركشنز بتاعتها بتقول تريس يعني تتبع، امشي عليها بالقلم الرصاص، يعني تريس تتبع. the name of the celebrations، اسم الاحتفالات. color the pictures، لون الصور. وفي هنا 3 pictures او 3 صور،
أول واحدة نيو يير إيف، نيو ييرز إيف يعني ليلة رأس السنة، نيو ييرز إيف، إيف يعني ليلة، نيو ييرز رأس السنة أو ليلة السنة الجديدة بتاعت رأس السنة الجديدة. عيد الفطر يعني عيد الفطر طبعا اللي احنا بيجيلنا بعد رمضان وبناكل فيه الكحك الجميل. وفي حاجة تالتة وفي صورة تالتة اللي هي الكريسماس، كريسماس أو عيد الميلاد المجيد. فانت هترم انت هت... هتريس الكلمات دي بالقلم الرصاص بتاعك وتوصل النقط دي ببعضها وتلون الصور دي، وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. ونوصل لبيج 103 او صفحة 103. invitation، invitation يعني دعوة، invitation يعني دعوة، وهنا دعوة يعني انت بتعمل بتدعو حد او بتبعت دعوة لحد عشان مناسبة معينة. والدايركشنز بتاعتها بتقول fill in the blanks، املأ الفراغات، fill in يعني املأ، the blanks الفراغات الاماكن الفاضية. What will you celebrate، انت هتحتفل بايه. Who will you invite، انت هتدعو مين، انت مين اللي هتدعوه. Decorate، زين، the invitation الورقة او الورقة بتاعت الدعوة دي. فانت هنا مفروض ان انت هتملى الفراغات دي وبعدين انت هتحتفل بايه. What you will celebrate يعني تحتفل بيه. Who يعني من. Will you، انت سوف invite تدعو. Decorate، زين، the invitation الدعوة. واول حاجة هنا بيقولك for، فور يعني لي، انت هتكتب هنا اسم الشخص اللي انت هتدعوه، فور فلان، فور مستر حسام مثلا. You are invited، انت مدعو لي. What، ما او ماذا. Garden feast، a garden feast يعني عيد الحديقة. طبعا ممكن انت هنا تكتب my birthday مثلا، عيد ميلادي. You are invited to my birthday، انت مدعو مثلا لعيد ميلادي. Why، لماذا، هنا هتكتب سبب الدعوة، to come to my birthday، وهنا هتكتب birthday، you are invited to my birthday، وهتكتب هنا to come to my birthday، ده السبب. why، from، from من مين، انت مين اللي بعت الدعوة دي، هتكتب هنا اسمك. وهنا بكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. ونوصل لبيج 104 أو صفحة 104. party balloons، party balloons يعني بالونات الحفلة، بالونات الاحتفال. party يعني حفل، balloons، balloons يعني بالونات. the directions بتقول use the pictures، استخدم الصور to help you، علشان تساعدك solve problems، حل المشاكل. فأنا بيقولك summer blows up، سمر نفخت four balloons، أربع بالونات. then، ثم بعد ذلك، she blows up، هي نفخت تاني two more balloons، بالونتين كمان. how many balloons، كم عدد البالونات does summer have all together، عند summer all together مع بعضها، البالونات مجتمعة مع بعضها كم بالونة كده. هنا عندنا four وهنا عندنا two، يبقى في كم بالونة، شاطرين، 6 بالونز، 6 بالونات. سمر هاد 6 بالونز، اهو كتبها لك تحت منها، سمر كان عندها 6 بالونات. زين، ثم بعد ذلك 2 اوف ذم، 2 منهم بابد، بابد يعني فرقعت. هاو ميني بالونز، كم عدد البالونات داز سمر هاف ليفت، اللي اتبقوا مع سمر، كان عندها 6 وفرقع منهم 2، شاطرين، يبقى في هنا 4 بالونز. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. ونوصل لبيج 105 او صفحة 105، وعنوانها planning a party. planning a party يعني تخطيط لحفلة، planning يعني تخطيط، a party يعني حفل. والدايركشنز بتاعتها بتقول color the picture to go with each step، لون الصور علشان توصل ل to go with each step، ان انت توصل لكل مرحلة.
cut out the pictures, اقطع الصور. Practice putting the steps in order, حاول تتدرب. Practice يعني تدرب. Putting يعني ان انت تضع the steps المراحل او الخطوات in order بالترتيب. فهنا عندنا اربع صور. اول صورة مكتوب فيها setting up. Setting up يعني الاستعداد او ان احنا نعمل setting up لحاجة ان احنا نرتب لها. فهنا setting up يعني التحضير. Guests arrive وصول الضيوف. Guests يعني ضيوف. Arrive يعني يصل. Guests eat. Guests eat يعني الضيوف بيأكلوا. Cleaning up يعني مرحلة التنظيف بقى بعد ما الناس كلت ومشيت. فهنا احنا هنلون الاربع صور دول. وبعد ما نلونهم هما هنا محطوطين بالترتيب. اول حاجة ان احنا بنحضر للحفل فبنعمل حاجة اسمها setting up. ان احنا نرتب مكان الاستقبال setting up. تاني حاجة guests arrive الناس بتوصل الضيوف بيوصلوا. تالت حاجة guests eat الضيوف بيقعدوا بيأكلوا معانا. رابع حاجة cleaning up مرحلة التنظيف. cleaning يعني تنظيف. up مرحلة التنظيف. cleaning up مرحلة التنظيف. اوكي نكون انهينا البيج دي ونوصل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. ونوصل لبيج 107 عشان طبعا 106 كانت صفحة فاضية. وعنوانها كالآتي كمبيوترز. كمبيوترز يعني أجهزة الكمبيوتر. والدايركشنز بتاعتها بتقول learn تعلم the parts الأجزاء of a computer الخاصة بالكمبيوتر. وهنا بيوضح لنا الأجزاء الخاصة بالكمبيوتر. أول حاجة الشاشة بتاعت الكمبيوتر اسمها مونيتور. مونيتور يعني شاشة. تاني حاجة الماوس اسمه ماوس. الفأرة بتاعت الكمبيوتر اسمها ماوس. تالت حاجة لوحة المفاتيح اسمها كيبورد. لوحة المفاتيح. والدايركشنز هنا بتقول put the words in order ضع الكلمات بالترتيب. to make a sentence علشان تعمل جملة. write the sentence اكتب الجملة. فهو مدينا هنا مجموعة كلمات بيقولك حطها جنب بعضها بشكل مرتب علشان تعمل لنا جملة. فهنا helps computer me a. فالجملة هتكون a computer helps me. الكمبيوتر بيساعدني. a computer helps me. ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. ونوصل لبيج 108 وهي مرتبطة بالبيج اللي بعد كده. وقبل ما اشرح اخر جزء احب افكركم واقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله نتابع مع بعض بعد كده كل حاجة اول باول في الترم التاني ان شاء الله. وقبل ما اشرح اخر جزء في منهج الترم الاول احب اقول اسماء اصحابي الشطار اصحاب لوحة الشرف. واللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم شاطرين وكانوا بيتابعوا معانا الدروس اول باول. وبابا وماما مبسوطين منهم. والاسماء هي جنى وليد ياسين وليد شمس سما ايصل حسام جليزة حسام محمد وده صاحبي من KG1 عبد الملك مالك محمد وجودي إيهاب ويوسف جمال وعبد الرحمن وعبد الله. كلكوا شاطرين وكلكوا حلوين وإن شاء الله كلكوا بأحسن حال. انتوا المستقبل. ربنا يحفظكوا ويبارك فيكوا. وأحب أقول لكم كمان إن إحنا إن شاء الله هنعمل دروس تأسيس لكل المراحل خاصة بالجرامر بتاع اللغة الإنجليزية. إزاي تعرفوا الأزمنة. إزاي تحفظوا بعض الكلمات اللي تساعدكم على إنكم تعملوا محادثة ولو بسيطة شوية. فانتظروا الدروس دي وهتكون دروس بسيطة ومسلية جدا هتساعدكم كتير إن شاء الله.
وعنوان البيج دي هو Our New Garden. Our يعني ملكنا، New Garden يعني الحديقة بتاعتنا الجديدة، New يعني جديد، Garden يعني حديقة، فهنا معناها Our New Garden يعني حديقتنا الجديدة. Think about، فكر بخصوص، the problem المشكلة. Brainstorm، brainstorm يعني أفكار العقل، ideas الآراء الخاصة بأفكار عقلك. Draw your plan، ارسم مخططك أو خطتك. On the next page، في الصفحة اللي بعد كده. فهو هنا بيقولك ان انت لو عندك حديقة جديدة، هنا بيقولك لو انت عندك حديقة جديدة هتحسنها ازاي وتخلي شكلها ازاي، عن طريق افكارك اللي انت بتقدر تفكر فيها. فدي البروبلم بتاعتك او المشكلة بتاعتك اللي انت تطور الحديقة الجديدة بتاعتك، فحط افكارك وتخيلها كويس. وفي بيج بعد كده هي بيج فاضية، المفروض انت ترسم فيها المخطط بتاع تطويرك للحديقة الجديدة دي. فستيب ون، ستيب يعني خطوة، ون الواحد، ديفاين ذا بروبلم، حدد المشكلة. ديفاين يعني حدد، ذا بروبلم المشكلة. هاو كان وي امبروف ذا جاردن، ازاي احنا نقدر ننمي او نطور الحديقة. يوزنج، مستخدمين، ناتشرال الادوات الطبيعية، اند مان ميد والاشياء اللي من صنع الانسان، اوبجكتس اشياء. فازاي احنا هنقدر نطور الحديقة باستخدام الناتشرال اند مان ميد اوبجكتس، الحاجات الطبيعية والحاجات اللي من صنع الانسان. ستيب 2، الخطوة الثانية، برينستورم. برينستورم يعني الافكار اللي احنا بنجيبها من عقلنا. برينستورم اللي هي افكار العقل، brainstorm يعني اللي هي افكار العقل. فهنا طبعا man made objects يعني الادوات اللي من صنع الانسان، وهنا natural objects. man made objects العناصر اللي من صنع الانسان، وهنا natural objects الحاجات الطبيعية. فطبعا ممكن نعمل في man made objects السور اللي الانسان هيعمله حوالين الحديقة، لو كان مثلا في نافورة مية، لو كان مثلا في إضاءة أو كهرباء خاصة بالحديقة دي. طب الناتشرال اوبجكتس الحاجات أو العناصر الطبيعية طبعا هتكون التريز الأشجار، والبلانتس النباتات، والفلاورز الزهور، والووتر المية، كل الحاجات دي حاجات طبيعية ربنا هو اللي خلقها. وبكده نكون أنهينا البيج دي، والبيج اللي بعد كده مرتبطة بيها، وهو بيقولك ستيب، وهو بيقول لك هنا step 3 أو الخطوة الثالثة، draw your plan، ارسم مخططك، in the space في المساحة below الموجودة بالأسفل. وبكده نكون أنهينا شرح chapter 2 أو الفصل الثاني وآخر جزء من منهج discover الترم الأول لكيجي 2. وأتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معانا، أنا استمتعت معاكم كتير. وفي الختام أتمنى أن أنتوا تدعمونا بلايك، والأهم أن أنتوا تشاركوا الدرس ده مع أصحابكم علشان الكل يستفيد، أنت مش هتخسر حاجة، بس تتأكد أن في حد غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.